من الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح التي تختص بها دون غيرها من صلوات الليل وغيره، أن السنة المشروعة في صلاة التراويح التسليم بعد كل ركعتين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قيل له: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم من كل ركعتين. فصلاة التراويح لا يشرع فيها أن تصلى 4 ركعات بتسليم واحد. قيام الليل نعم يشرع فيه إذا صلى المرء وحده، أما التراويح في رمضان فلا. وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب 4، فكلهم على أن السنة والأفضل أن تصلى 2 ركعتين ثم يسلم منهما، ولا يصلي 4 سردا، إلا في مسألة الوتر وهي آخر 3 ركعات أو أكثر، فإن لها حكما سنتكلم عنه إن شاء الله حينما نتكلم عن أحكام الوتر. بل إن بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم يقولون إن من صلى التراويح 4 لم تصح صلاته، لأنها إنما وردت عن الصحابة ومن بعدهم 2 ركعتين. وهذا الملحظ مهم، فإن بعض الأئمة جزاه الله خيرا يريد توفير الوقت للمأمومين فيصلي 4 ركعات بتسليم واحد، فنقول له: خالفت السنة فيما نص عليه فقهاء المذاهب 4 وهو ظاهر النصوص، بل إن المشروع أن يصلي 2 ركعتين في صلاة التراويح ويسلم من كل 2 ركعتين.